تتبع أجهزة وزارة الداخلية أقصى درجات السلامة الصحية والوقائية لحماية العاملين بمنشآتها والمترددين عليها من خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث تنطلق فرق الطب الوقائي التابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ووفقا لبرنامج زمني وبصفة دورية لتعقيم كافة المنشآت الشرطية، بخاصة تلك التي تقدم خدمات أمنية وجماهيرية للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لهم. الأقسام الشرطية تأتي في المقدمة لتعامل المواطنين معها بصفة يومية، لذلك يتم تعقيمها وتطهيرها باستمرار من مداخل الأقسام انطلاقا نحو أماكن استقبال شكاوى المواطنين وانتظارهم، امتدادا إلى مكاتب العاملين بها وأماكن الاحتجاز، حيث يتم اتباع كافة الإرشادات التي أكدت عليها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. تمتد عمليات التعقيم لتشمل السجلات المدنية، حيث تشهد تلك السجلات إقبالا كبيرا يوميا من المواطنين لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية والتي تستخدم في تعاملاتنا اليومية، لذلك كان التركيز على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخلها. التعقيم على امتداد اليوم مع الحرص على عدم وجود تزاحم وارتداء الكمامات الواقية عند التردد عليها. تلك الإجراءات الوقائية وعمليات التعقيم والتطهير تتواصل في وحدات تراخيص المرور ووفقا للضوابط الصحية المحددة، مع استخدام مواد تعقيم وتطهير معتمدة وذات فاعلية، وبما يسهم في الحفاظ على سلامة المترددين عليها والعاملين بها. الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية في كافة منشآتها تتسم بالاستمرارية وتتفق مع ما تتخذه الدولة من إجراءات للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا حماية لصحة وسلامة المواطنين.